القفه يقول لي تيموت شي واحد عاد نقيدو. راه ما عندنا كيقول لك اودي حنا المعاونه مخرجين للناس محتاجين. انا الراجل عندي هو قاعد فركنا، انا عندي الوليدات فاش نقري من الشريف. الشعار ديالنا الله الوطن المليك، حنا ما كنطلبوش المطالب الا المطالب المشروعه. باش نلقى هاد الوليدات الراجل قاعد فركنا، ها المحتاجين كيقول محتاجين، ها الناس اللي شبعان ما كيشدوا، احنا ما شدينا والو، احنا ما هضرنا حتى شفنا الناس ماشي هالارمل اللي كيشدوا، شفنا الناس مجوجين ولاباس عليهم شبعانين وكيشدوا حدانا جيراننا. ها انت انا عندي هاي الورقه ديال الكره باش كاريه، هاي فين هي؟ هاي باش كاريه هاي. هاي شاده معايا اختي اللي قالت لك عطوا الارمالات، فين هي؟ هاي اختي ارمالات هاي. هاي اختي ارماله، هاي فين هي بابني؟ قلت هاي ارماله. الراجل ملي قلت له 13 سنه كدوز القفه من حدا الباب ديالها، الناس مجوجين كيشدوا وهي ما كتشدش، حتى كتجي عندي انا الماكلات ديالي ما كتاكلش. هاي الماكلات ديالي ما كتاكلش هاد الدريه اختي. هاني انا هاي فين عندي الوليدات؟ انا عندي كفيفات عند الوليدات وهي شاده هي وبني قلتها. لا انا جات عندي وما كلتش، ما عادش نتصرف، شكون يصرف عليها؟ كنطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا، كنطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا، ما كنشوفوا حنا من حتى حاجه. وحنا ما هضرنا حتى شفنا الناس اللي لاباس عليهم شدوا، اللي جينا حنا هضرنا. ما هضرناش حنا ماشي عندنا هضرنا، ما هضرنا حتى شفنا الناس اللي شبعانين شدوا حدانا، اللي جينا هضرنا. انا دخلت لداري تهرب تقول غطي حليقات البيت، تطيح حليقات البيت. داري كامله مطبقه، الراجل عندي مكفوف قاعد شاد ركنا. وعندي كفيفه عند الوليدات، باش نقري الوليدات؟ باش غنعيش هاد الوليدات؟ نهار كتكون شي حاجه ما عندكم حتى علاقه بداك كيجي يدق علينا في الباب، نهار كتكون شي حاجه محتاجين لها كيروغو يخلونا. علاش حنا سيدي حنا بغينا نكونوا بحالنا بحال الناس. كما جاو دقوا علينا نهار اللي بغا يترشحوا، نهار اللي بغا يتنتخبوا، كما يجي يدقوا علينا دابا. يقول لنا ودي شحال وقت كاين داك، ياك عارفيننا كل شيء. وسيشوفوا في الراجل عندي حاله ضعيفه. انا لما ضربت جفاف عند العيالات ما كنجيبش خبز لولادي. لا مشيت درت الميناج عند العيالات. نهار اللي كنخدم راه كنجيب نوكر، ونهار اللي ما كنخدمش ما كنجيب والو. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يطول لنا عمره. حنا هاد الناس المقدميه داروا لنا سيدي بعشره. حنا سيدي هادي ام كفيفه، ام ارمله. عندي بنت اخت ارمله، لا حول ولا قوه، كاين اللي الناس ما شدش وكاين اللي شد كاين ما شدش. حنا كنطالبوا بالتحقيق. السلام عليكم. عندي خويا مريض عيان، خوتي كلشي مريض، واحد كاين واحد ما كاينش، امي عيانه وحتى انا فاتحه داري العمليه وما عنديش باش نفطر، كنمشي عند الناس يدبروا عليا ياك. ومني كنقول لهم انا راه بغيت، يقول لي سيري تيموت شي واحد عاد نقيدوك في خميس لقا قيدوك، راه ما عندنا ما نعطوك. الله يجازيكم بخير ويرحم لكم والدين، خلينا سيدنا والله يطول عمره هو يصيفط لنا وما كيعطوناش. كيقول لك هذا خرج سيدنا المعوزين والهشاشه وما عطانا وليدي والو. ملي كنجي كيقول لنا الارمالات، شويه عطا الارمالات جاو تقيدوا، بغينا نتقيدوا ما قيدوناش، تيجروا علينا واحد يلو حنا لواحد. حشومه راه حنا كون ما كناش مخصصين ما غاديش نجيو، راه عطى علينا غير سيدنا ماشي شي حد اخر. قياده كزوله، عملات كزوله، عملات اسفي، وحنا كون ما كناش محتاجين ما نجيوش، راه الله اللي عالم ونطالع بينا. علاش يعطوا لشي شي ما يعطوش؟ كاين شدوا دوبل وكاين اللي ما شد والو، شوما عليه. والله انا ما عندي هادي، والله انا ما عندي باش ندير الفطور، بالله العظيم ما عندي. ودار عمليه ومريضه، والله العظيم ما عندي باش ندير الفطور، كنمشي ندور عند الناس. الو السلام عليكم. شو سيدي الله يجازيكم بخير، حنا ما عندناش ومراد وكنشرو الدواء وخرجوا القفه وما عطاوهاش لينا. تو الناس اللي اللي عندهم هذه وعندهم شدوا، احنا ما شديناش، احنا دعنا وكنطلبوا من الناس ومن المسؤولين يتعاونوا معنا ويوقفوا معنا، الله يجازيهم بخير. والله ينصر الملك، والله ينصر سيدنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.